اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، صباح الخير. اهلا وسهلا للمتداولين والمستثمرين والمضاربين بهذه الجلسه الصباحيه من شركه تكمل، معكم المحلل التقني والمدرب المعتمد جوزيف ظهريه. مثل ما تعودتوا بهذه الجلسه بنقوم بتغطيه مباشره على معظم الازواج والعملات الرئيسيه كرمالنا نشوف ابرز التحركات والسيناريوهات المفترض اللي ممكن نحصل عليها. هلا قبل ما نبتدي هذه الجلسه بدي اقول لكم انه هلا بالوقت الحالي بوقت هذه الجلسه عم بيتكلم اي سي بي بريزيدنت دراغي، اللي هو طبعا ممكن يكون عنده تاثير اذا بدكم او هاي فولاتيليتي على زوج اليورو دولار. رح نشوف اذا هل يا ترى رح نحصل او رح نشهد على تقلبات على زوج اليورو دولار بهذه المنطقه اللي عم نتداول فيها. طبعا ممكن تكون او تعتبر، خلينا نقول، موجه تصحيحيه او ثلاث موجات تصحيحيه من القاع، بطلت موجه اندفاعيه. قبل ما نبتدي هذه المحاضره بدي اذكركم بس انه المخاطر عاليه في سوق الفوركس وفي اسواق المال بشكل عام. بده يكون عندكم المستوى، الخبره والرغم المعين في المخاطره طبعا لتتداول ولا تستثمروا باسواق المال. بالنسبه لي وبالنسبه لهذه الجلسه بدي ابتدي اقول لكم انه اليورو دولار، زوج اليورو دولار، وباستعمال موجات اليوت عندي سيناريوهات مفترضه ضخمه. بالنسبه لهذا الموضوع كنت بدي اقول لكم، او كنا عم نتكلم على الرسم بين الاسبوع اللي وصلنا لمستويات خلينا نقول 50% من موجه رقم 2، اللي هو تكلمنا عليه على انه مستوى مهم جدا لموجه رقم 4 وانتهاء موجه رقم 4. من موجه رقم 2 القاع لحديد اخر موجه رقم 3، خلينا نقول هون اذا بدي دون الارقام، موجه رقم 1، موجه رقم 2، 3 كانت انتهت هون الرابعه عند 50% في بوناتشي، وبهيدي الحاله طبعا هون نتوقع انه لازم يكون عندي موجه صعود جديده لمستويات خلينا نقول اعلى او لقمه جديده. هلا بالنسبه لموجات اليوت عم نقول نحن انه هلا بعدنا بالموجه الاندفاعيه وبالاتجاه العام على المدى الطويل بعدنا باتجاه عام صاعد. طيب هذا الشيء بدل على انه طبعا نحن بعدنا بالاتجاه الصاعد، يعني تسمى او اذا بدكم باي ذا ديبس. باي ذا ديبس يعني عند انخفاض الاسواق الماليه لازم ندخل مركز شراء، كل انخفاض نشهد عليه لازم ندخل بمركز شراء. فبهذه الحاله طبعا، ولكن الانخفاضات ممكن بعض الاحيان تكون اضخم من غيرها، وخلينا نقول تكون بعض الشيء بموجات حاده، وبهذا الشيء طبعا ممكن نحن نتاثر بحديه الموجه اللي ممكن طبعا خلينا نقول تاثر على مراكز الشراء اللي داخلين فيها، او على البانيك اتاك او على الذعر اللي ممكن نواجهه. هلا بالنسبه لالي طبعا انا لزوج اليورو دولار، استاذ رفيق طبعا رح نمر، وعليكم السلام، رح نمر على الذهب طبعا، رح نشوف ابرز تحليل ايضا الذهب شو ممكن السيناريوهات المفترضه تكون عليه، ولكن رح ابتدي بزوج اليورو دولار مثل ما تكلمت. بالنسبه لي طبعا هذه الموجه او هذه خلينا نقول المنطقه مهمه جدا لاسعار اليورو دولار، اللي هي ممكن منها نرجع نشهد ارتفاع على المدى الوسط للطويل. ولكن طبعا هل يا ترى نحن ممكن انه ندخل بمركز شراء او بفرصه استثمار من هذه المنطقه؟ ممكن طبعا واردي، ولكن منا فرصه ذهبيه. هلا بكل بساطه انا اللي بدي اقول لكم اياه انه اذا في حال كنا عم نتكلم على ثلاث موجات تصحيحيه بموجات اليوت، يعني بدكم تعرفوا انه نحن عم نتكلم ب اي بي سي. اذا بدي اشرح لكم موجات اليوت بشكل سريع، مثل ما بتعرفوا انتم انه الموجات التصحيحيه اي بي سي بتكون عاده من وراء انخفاض او من وراء قاع معين لدينا فيه، خلينا نقول نرجع بنسجل موجه اي، او عفوا بنسجل موجه ارتفاع اللي هي موجه اي، موجه بي، وموجه سي. بهيدي الحاله موجه بي هون ما بتقدر تخترق مستويات ال 76.4%، 76.4 في بوناتشي هي المستويات المهمه او هي الفاصل خلينا نقول للانخفاض بموجه رقم 2. يعني بهيدي الحاله نحن هون ما فينا نعتبر انه الانخفاض اللي حصلنا عليه على زوج اليورو دولار هو خلينا نقول موجه رقم 2، لانه اخترق مستوى ال 76.4 او 76.4%. بهيدي الحاله نحن عم نتكلم على ويف بي، ويف بي ممكن تمتد لمستويات ال 80% او 88.2% مثل ما عم بتشوفوا امامكم. ولكن بهذه الحاله طبعا احنا هون ما تم اختراق مستوى ال 88.2%، يعني بعدنا بالسيناريو الوارد اللي هو نحن انا يكون عندي موجه رقم بي او موجه بي اللي هي نتوقع من بعد ارتفاع موجه سي، الموجه التصحيحيه الثالثه. هلا بالنسبه لزوج اليورو دولار ممكن موجه بي تكون الريجولر اللي هي تعتبر 125% تسجل كمان تحت اخر قاع سجله، وبهيدي الحاله هون المستثمرين والمضاربين بواجهوا خليني اقول اذا بدكم يعني مش خلينا نقول حاله ذعر، ولكن بيلغوا السيناريوهات المفترضه الايجابيه لانه بيعتبروا انه تم اختراق القاع. ولكن بالنسبه للتحاليل التقنيه بتقول انه ممكن موجه بي تخترق اخر قاع تسجل
عند خلينا نقول مستويات كان ال 115 بالضبط، هو 115.07. اذا في حال تم اختراقه ممكن نرجع نستهدف مستويات ال 125% اللي هي بتكون عند مستوى ال 114.32. فبهيدي الحاله مستويات انخفاض او بعد انخفاض لزوج اليورو دولار، خلينا نقول لهذه المستويات نترقب او نتوقع بعد انه ممكن نستهدفها قبل ما نكفي اتجاه الصاعد. يعني للاشخاص اللي بده يدخلوا بمراكز استثمار ويدخلوا بي او يدخلوا بمراكز شراء لليورو دولار من هون او للعمله الاوروبيه الموحده، نتوقع انه او لازم يعرضوا وقف الخساره تحت مستويات الانفاليديشن ليفل اللي هي مستويات ال 125% في بوناتشي من القاع للكم نفسه. هيدي بالنسبه لزوج اليورو دولار. واضح جدا السيناريو اللي عم بيسجله اليورو دولار، ممكن بهذه الحالة طبعا نستفيد من فرصة استثمار يعني على المدى القصير. أما بالنسبة للعملات الرئيسية مثل الاسترليني طبعا عم نواجه نفس الأمور، وبالفعل كنا اخترقنا آخر كاس الجنة، وبالنسبة لي أيضا مراكز الشراء هي رح تكون عند 125% في بوناتشي بعد ممكن كفي اتجاه الهابط، لا نستهدف مستويات أو طيله مستويات 131.30. بهذه الحالة أيضا بأخذ فرصة استثمار أو فرصة شراء على أنه ويف بي ممكن تنتهي عند هذه المستويات لنرجع نبتدي موجة صعود جديدة. أما بالنسبة للأزواج اللي بتبتدي بالدولار الأمريكي مثل الين الياباني، كنت قلت لكم أنه فرصة استثمار جيدة جدا عليه، وكنت قلت لكم أنه هذه الموجة اللي قد انتهينا منها عند مستويات 111 طبعا عم نسجل كنا مستويات 80% في بوناتشي أو 84% اللي هي طبعا تلامس معه بالضبط، وابتدينا انخفاض. بهذه الحالة طبعا نتوقع بعد انخفاض لزوج الدولار ين بخمس موجات لنستهدف مستوى 108 أقله على المدى القصير. من وراء ما نستهدف 108 نرجع منحدد سيناريو آخر لنشوف إذا تم اختراق هذه المستويات، منفكر بسيناريو آخر اللي هو طبعا سيناريو خلينا نقول اختراق قاع معين بعد على المدى الطويل لنستهدف مستوى 104 و103. ولكن بالوقت الحالي طبعا الهدف طبعا هو مستوى 108. استاذ رفيق رح انتقل لأسعار الذهب كرمال لنشوف طبعا توقعات لأسعار الذهب أو للتحاليل. ما في شك على أنه الموجة اللي حصلنا عليها أو الشمعة اللي حصلنا عليها على أسعار الذهب خليني نقول نهار الجمعة أسبوع الماضي كانت شمعة رهيبة وشمعة خليني نقول دموية تبع لفريق الذهب اللي كانت واضحة أنهم مسيطرين على طبعا الرسم البياني. هلأ بالنسبة لي هون أنا كنت بدي أدخل بي كاونت خليني نقول أو الموجات اللي ممكن نعد على بهذا الانخفاض، اللي بدي جرب وصلكم إياه على أنه نحن هلأ تقريبا قربنا ننتهي من انخفاض خمس موجات لأسعار الذهب. موجة الأم واحد كنا انتهينا منها هون، موجة الأم واحد اثنين، هلأ هون عندي كانت موجة رقم ثلاثة اللي هي فيها خمس موجات انخفاض إذا بدكم، اللي هي هون تعتبر موجة واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة، كنا انتهينا بموجة رقم ثلاثة. يعني هون موجة الأم واحد اثنين، هون انتهت موجة رقم ثلاثة، رجعنا دخلنا بمنطقة أفقية اللي هي تعتبر خلينا نقول على هذا الشكل اللي هي تعتبر أيضا موجة رقم أربعة، وهلأ نحن بانخفاض موجة رقم خمسة. موجة رقم خمسة وين ممكن تنتهي؟ وين ممكن نوصل بموجة رقم خمسة على أسعار الذهب؟ بدنا ندخل بتفاصيل آخر موجة اللي هي موجة رقم خمسة، نعمل لها زوم إن لجوة كرمال نحدد خلينا نقول المستويات اللي ممكن نستهدفها بأسعار الذهب. ولكن هذه الموجة اللي رح دق فيها هلأ طبعا بدي أدخل على رسم بيانة أصغر، بدي أدخل على رسم بيانة الساعة أو حتى النصف ساعة والربع ساعة 15 minutes كرمال نشوف تفاصيل أكثر لهذه الموجة، لنعد خمس موجات انخفاض بكل بساطة ونشوف وين ممكن نستهدف لأسعار الذهب. إذا بدي أصغر التايم فريم لل 30 minutes أو لل 15 minutes خلينا نقول هذا الرسم البيان اللي واضح، من الواضح عندي انه بعد عندي انخفاض، من الواضح انه بعد عندي موجة هبوط، من الاكيد على انه بعد عندي هون موجة رقم اربعة وموجة رقم خمسة اللي هي لازم تنخفض. مثل ما بتعرفوا المراحل الافقية اللي ممكن تشوفوها بهذا الشكل على الرسوم البيانية اللي فيها خطوط دعم ومقاومة، اللي هي طبعا فيها منطقة افقية ميلة اذا بدكم هوريزنتلي او خلينا نقول ميلة على ارتفاع بشكل two parallel lines او خطين متساويين او يعني مثلث ميلة على ارتفاع، انتم بصيرتوا تعرفوا باكثر من مرة انه السيناريوهات المفترضة على هذا الرسم البيان او على هذا خلينا نقول الشكل او الباترن بيرجع منتوقع انخفاض من وراء. بكل بساطة نتوقع بعد انخفاض. هل يا ترى نحن بموجة رقم اربعة الضخمة او نحن بموجة رقم اربعة من موجة رقم ثلاثة؟ إذا في حال نحن من موجة رقم أربعة الضخمة نتوقع بعد آخر انخفاض لنرجع نزور مستويات 1268. رح أعطيكم أرقام مهمة جداً،
1268 هو الرقم المنتظر لانخفاض، خلينا نقول من هذه المستويات، من مستويات 1280، مستوى 1268 ممكن كنت هنا بموجة رقم 5. ولكن إذا نحن عم نتكلم هلأ موجة رقم 4 من موجة رقم 3، يعني بكل بساطة ممكن من 1268 نرجع نرتد بموجة رقم 4 ونكفي أيضا آخر موجة، موجة رقم 5 اللي هي نستهدف فيها خلينا نقول مستوى 1250. هلأ أنا بالنسبة لي باستعمال في بوناتشي وين ممكن حدد مستويات الانخفاض؟ من اخر قاع لاخر قمه بسجل مستويات فيبوناتشي، بدي استهدف مستوى ال 161% اللي هي الاهم. مستوى ال 161% هي 1265، قريبه من المستويات اللي اخذناها من موجات اليوت. يعني فيبوناتشي واليوت عطونا تقريبا نفس الارقام او نفس الهدف اللي هو قرب 1265 1268، هذه المستويات المنتظره لاسعار الذهب من وراء هذا الانخفاض اللي هي موجه ام 5. انما اذا في حال تم اختراق مستوى 1265 واغلقنا تحت هذا المستوى، نتوقع انه ممكن نستهدف ايضا 261% كحد اقصى اللي هي مستوى 1240 1230 كحد اقصى. بعرف الارقام اللي عم نتكلم فيها ضخمه، بعرف انه مش حيلا مضارب او مستثمر ممكن يتحمل هذا الانخفاض، بس اللي بدي اقول لكم اياه طبعا انه للاشخاص طبعا اللي داخلين هلا بمراكز استثمار على الذهب، بالمبدا لازم يفكروا بطريقه اللي هي تسمى بالهيدجينج. ممكن ياخذ مركز بيع مقابل مركز الشراء اللي هو داخل فيه، ينتظر انخفاض معين لمستويات معينه لحديث ما ناخذ سويا انا وياكم اشاره واضحه على انه ابتدينا ممكن بموجه اندفاعيه صعود طبعا للاتجاه الصاعد، ساعتها بفلت او بيسكر او بيغلق مركز البيع اللي هو مركز اللي دخل فيه مركز بيع مقابل مركز الشراء، وبيرجع بيستنى مركز الشراء ليرجع يرد له راس ماله اللي دخل فيه. بكل بساطه هذه استراتيجيه الهيدجينج. حابب انه اليوم كنت اتكلم عنها بجلسه تعليميه بعد الظهر، بتكلم عن الهيدجينج بشكل افضل كلمه لتعرفوا كيفيه اذا بدكم استثمارات، ولكن بشكل بروفيشنال، بشكل جدي وبشكل رسمي، على انه طبعا تتداولوا مثل المستثمرين الكبار اللي بيفكروا على المدى الطويل كيف يشتغلوا هيدجينج ويتحملوا الخسائر اللي بيدخلوا فيها. بالنسبة للاس بي 500 من الواضح جدا انه ما حدا قام بالتحليل مثل ما نحن قمنا فيه، ما حدا عطيكم هذا السيناريو اللي هو خليني اقول مغري جدا للاستثمار مثل ما نحن تكلمنا عليه من اسبوعين لحديث اليوم. بعدنا عم بتكلم على الاس بي 500 على انه طبعا عنا سيناريو هابط وبالفعل حصلنا عليه بجلسة اليوم. كنت قلت لكم ليدنج دياجونال بعد مرسوم الرسمات امامكم طبعا هلا رح نشيلها، ولكن اذا بتلاحظوا كنت قلت لكم انه نحن هلا بليدنج دياجونال، كنت قلت لكم انه موجه رقم 1 الاندفاعي ممكن تكون 1 2 3 4 5، وقلت لكم الليدنج دياجونال ممكن تكون موجه رقم 1 هي 1 2 3 4 5، نرجع نرتفع موجه رقم 2 نرجع نخف 3 4 5. كم مره قايل لكم عن الليدنج دياجونال؟ كم مره قلت لكم على انه موجه رقم 1 ممكن تكون يا اما بهذا الشكل يا اما بهذا الشكل؟ فبكل بساطه صرت مدور لكم على هيدا النقطه اكثر من مره، بدي منكم تعرفوا انه الاس بي 500 عم بسجل ليدنج دياجونال ويف 1 2 3 4 5، رجع سجلنا ويف 2 وهلا انخفاض موجه رقم 3. يعني هون اذا في حال بدنا نحط خليني اقول خمس موجات واضحين 1 2 3 4 5، هيدي موجه رقم 1، موجه رقم 2، وموجه رقم 3 هلا ابتدينا فيها، وما رح نكفي او ما رح نوقف بهذا الانخفاض لحديت ما نستهدف مستوى 2708 او حتى اقل. فبالنسبه للاس بي 500 عم بيسجل سيناريو واضح، عم بيسجل سيناريو سلبي. المؤشرات الامريكيه ممكن تشهد ضغط بما انه الدولار الامريكي ابتدى اخر موجه هبوط هلا. فبهذا الموضوع طبعا نتوقع انه الدولار الامريكي يضغط سلبا على المؤشرات الامريكيه وايضا الالمانيه جيرمان داكس او اليابانيه والاسيويه. فبهذا الحاله عم تلاحظوا انه المؤشرات كلها عم يشهد ضغط عليها. جيرمان داكس ايضا المؤشر الالماني خلينا نقول كنا ايضا شهدنا موجه انخفاض ضخمه جدا من وراء ما استهدفنا مستويات عاليه لما اتكلموا عن الفوائد في اوروبا. فبهذه الحاله كان عندي اول رياكشن على انه او اول خلينا نقول خبر امتص السوق بشكل ايجابي، ولكن رجعنا اخذنا اشاره سلبيه منه، وكنت حذرتكم على انه الارتفاع مجرد ارتفاع وهمي ورح نرجع نبتدي انخفاض لنستهدف مستويات ال 11800 او حتى اقل من 11600. فبهذه الحاله بنكون سجلنا انخفاض واضح، بنكون سجلنا خلينا نقول موجه هبوط واضحه لاسعار طبعا لاسعار الجيرمان داكس. استاذ رفيق طبعا بجلسه بعد الظهر اتكلم عن الهيدجينج كرمال لتعرفوا الهيدجينج كيف يستعمل به اذا في حال دخلنا بمركز
يعني خطأ طبعا. إذا في حال دخلنا بمركز يورو دولار وابتدى اليورو دولار على سبيل المثال ابتدينا بمركز يورو دولار شراء وابتدى اليورو دولار ينخفض، هل يا ترى بنغلق مراكز اليورو دولار أم هل يا ترى طبعا بندخل باستراتيجية الهجينج وبندخل بعملة أخرى عم تتحرك بشكل أسرع لنحمي انخفاض اليورو دولار بربح عملة أخرى؟ فبهذه الحالة الهجينج استراتيجية مهمة جدا، ولازم يكون عندكم المعلومات الكافية وطبعا الدقيقة كرمال تقدروا تستعملوها، مش بجلسة واحدة ممكن فقط تصيروا تعرفوا الهجينج والفايننس أو الاستراتيجيات بشكل عام، وإنما طبعا استراتيجية الهجينج مهمة جدا، بما أن نحن إذا في حال دخلنا بمركز شراء اليورو دولار ابتدى انخفاض اليورو دولار، شو ممكن أدخل بأي مركز آخر أنا اعرف على انه انخفاض العملات ممكن طبعا يعود لي، على سبيل المثال مركز بيع على استرليني دولار بما انه استرليني ماشي اسرع من اليورو، فانخفاض الاسترليني وربح الاسترليني دولار ممكن يعود لي على خساره اليورو او مركز الشراء اللي داخل فيه. فبهذه الحاله هجين او عمليه الهجين، او اذا في حال كنا على رسم البيانه دخلنا بمركز شراء ورجعنا تاكدنا على انه لازم يكون عندي انخفاض خلينا نقول لمستويات معينه ومهم جدا على رسم البيانه، ساعتها انا بدخل بمركز بيع مقابل مركز الشراء وبعرف انا على المرحله الحساسه كيف ممكن انه فلت مركز البيع استفيد من بعض الارباح وانتظر مركز الشراء. هلا بكل بساطه طبعا لازم راح اشارككم اياها بجلسه تعليميه، جلسه بعد الظهر طبعا تابعوني. بالنسبه للتحاليل هلا بدي كنت مر على اسعار النفط، بدي لكم انه احنا هلا بموجه صحيه الى الاعلى، نتوقع بعد انا اتوقع بعد طبعا هبوط لاسعار النفط لنستهدف مستويات ال 61 50، بعدني مصر انه اشوفها، بعدني مصر على انه عندي انخفاض لاسعار النفط، ولكن ممكن موجه الصحيه تستهدف مستوى ال 68 كمرحله اولى قبل ما نرجع ننخفض عن جديد. بهذه الحاله بنكون سجلنا ثلاث موجات ارتفاع 3 ويف باونس تسمى قبل ما نكفي اتجاه الهابط. يعني عم جرب انه اتكلم بسيناريوهات، طبعا ما عندي فرصه استثمار واضحه بجلسه اليوم، جلسه امس كنت قلت لكم وحذرتكم انه الدولار ين عنده فرصه استثمار جيده جدا من القمه ندخل مركز بيع، ايضا احذرتكم من الاس بي 500 قلت لكم عندي فرصه استثمار قبل بجلسه، طبعا تكلمت عن السفن سوينجز هاي لاسعار النفط وقلت لكم عندنا مركز بيع عند القمه لهذا المثلث الميل على الارتفاع، والسفن سوينجز هاي كنا عندينهم سوا باستعمال موجات اليوت. يعني بكل فرصه موجوده عندي بقدر انا وعيكم عليها واعطيكم فرصه استثمار او تداول، خلينا نقول وعيكم على سيناريو مفترض اذا بدكم له افضليه على غيره، طبعا ما راح اقصر معكم وراح اقول لكم كل السيناريوهات المفترضه. بالنسبه لي انا كنت انتهت هذه الجلسه التعليميه الجلسه الصباحيه، اذا حدا كان حابب انه نمر على رسوم بيانيه معينه طبعا يعمل لي كومنت وتواصلوا معي بشكل اذا بدكم مباشر على هذا الفيديو، ساعتها انا وباللايف بدخل على رسم بيان المعين اللي حابين طبعا انه نحلل لكم اياه ونتداول او نتعاون سوا كرمال تستفيدوا. طبعا بكل بساطه السوق هلا بجلسه اليوم ما عنده اخبار مهمه، الاجنده الاقتصاديه طبعا رايقه، عندي كان بريزيدنت دراغي سبيتش، ما كان عندي تقلبات على اليورو دولار، يعني ما كان شيء مهم جدا عم بتكلم فيه. على الساعه 3:30 او الساعه 4:30 بتوقيت السعوديه عند البيلدينج بيرميتس اللي هي طبعا تاثيرها مباشر على الدولار الامريكي، رح نشهد تقلبات فولاتيليتي، البيلدينج بيرميتس عم بتاثر شوي صغير على العملات، اذا في حال بدنا نبتدي موجه الصحيه ممكن نشهد موجه الصحيه لاسعار او للعملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي. الدولار الامريكي بعد متوقع ضعف له، ولكن بتقولوا لي ضعف الدولار الامريكي ما عم بيدعم العملات الرئيسيه الاخرى بالارتفاع، بلكم معكم حق، ولكن ممكن ينتظروا خلينا نقول محرك للسوق او سبارك او مثل ما بيقولوا شعله كرمال لا ياخذوها بعين الاعتبار او يحطوها حجه كرمال ليرفعوا العملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي. بالنسبه لقل الدولار الامريكي بالوقت الحالي منه عم ينخفض بشكل قوي كرمال يرفع العملات الرئيسيه، ولكن بتقولوا لي الدولار ين عم ينخفض يعني الدولار الامريكي عم ينخفض، لا الين الياباني هو اللي عم يقوى على الدولار الامريكي، بما انه الين الياباني اللي هو عم بيمثل اذا بدكم كملاذ امن وكل المستثمرين اللي عم بي خلينا نقول يتداولوا فيه طبعا، فبهذه الحاله ممكن انه ياخذوه بعين الاعتبار على انه ملاذ امن
ويتداولوا بالين الياباني ويفضلوه على عملتها الاخرى. فبهيدي الحاله رح نتكلم بجلسه بعد الظهر بجلسه تعليميه عن الهاجينج، رح اتكلم عن هذا الموضوع، قوه الدولار الامريكي مقابل العملات وكيفيه تحديد الاستثمارات بشكل او اخر، يعني او الكروسز باستعمال الازواج او البيرز لنقدر ننهي باستثمار جيد او نكون عندي استثمار خلينا نقول الافضل. بتمنى لكم نهار مثمر، طبعا بشوفكم بجلسه بعد الظهر. كان معكم المحلل التقني جوزيف دهري من شركه تكمل، الى اللقاء.